بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. صدر المصنف رحمه الله تعالى هذا الفصل الذي جعله مبينا لصفحة من صفحات حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وجانب كما أسلفت من جوانب عظمة نبينا الأكرم عليه الصلاة والسلام، ذلكم هو الجانب الصلب في حياته، وهو المقام الأكبر في سيرته العطرة عليه الصلاة والسلام، هو ما يتعلق بصلته بربه وعلاقته به صلى الله عليه وسلم. وكلنا يعلم دون وقوف على روايات وأحاديث وآثار أنه ما من باب من أبواب التعبد لله ولا من طريق يسلك للتقرب إلى الله إلا ولنبينا عليه الصلاة والسلام فيه الإمامة والتقدم والسيادة. نعم، لم يأتي عبد لله في عبادة بقدر عظيم تقرب فيه إلى الله إلا وهو غيظ من فيض النبي عليه الصلاة والسلام، إلا وهو قطرة من بحره، إلا وهو شعبة من سنى ضيائه عليه الصلاة والسلام. إن تكلمت على الصلاة أو الصيام أو القيام أو قراءة القرآن أو ذكر الله سبحانه أو التأمل في ملكوته أو تدبر آياته أو تحريك القلب بالمواعظ، وقل ما شئت من أبواب الخير وسبل العبادة التي يتسابق فيها العباد ويتنافس فيها الأولياء، ما من باب من أبواب العبادة إلا ونبينا عليه الصلاة والسلام إمامها وقائدها، وهو الذي فتح لنا أبوابها، فكل سائر في باب من تلك الأبواب مقتد فيها برسول الله عليه الصلاة والسلام.